يواصل حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادا للصعود إلى مشعر عرفات يوم غد الاثنين. وتقتصر أعمال يوم التروية على قدوم الحجاج إلى منى للاستراحة فيها وأداء الصلوات قصرا دون جمعها، وتنظيم قوافل ضيوف الرحمن عبر عشرات المسارات والطرق المخصصة للحجاج فقط، بعد أن أغلقت سلطات الحج جميع المسارات والطرق في المشاعر ومكة المكرمة لتكون قاصرة على حجاج البيت الحرام. وترافق الحجاج في المشاعر المقدسة شتى الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية السعودية المختلفة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم وشعائرهم بكل يسر وسهولة.